علم الجزائر يرفرف. وصلت الجزائر خالتي، راني نشوكي والله، 7 سنين والله، سبحان الله، تحيا الجزائر والله. بلي صار واحد سخانة. راني نستنى، داروها بيا البرايجية ما جاونيش. Welcome to Algeria. المهم الفيديو هذا نبداه بواحد الحديث قدسي في معناه الشامل، اسمحوا لي اذا غلطت فيه. المهم ربي سبحانه وتعالى يخاطب الانسان، يخاطبنا احنا كبشر، ويقول لك تريد يا عبدي واريد، وما يكون الا ما اريد، فان سلمت لي فيما اريد اعطيتك ما تريد. المهم علاش بديت لكم الفيديو هذا بالحديث هذا؟ لانه معناه عميق وكنا عارفوا الحديث هذا، ولكن ما نطبقوهش. انا واحد من الناس باللي خلقت ولا انا صغير ولا نقرا اللغه العربيه، نعرف الحديث هذا. ربي سبحانه يقول لك وكل امورك لي، انا ندبر لك امورك. بصح كي جيت الغربه، في الغربه كاين بزاف حوايج بغيتهم ما صدقوليش، ما خرجوليش كيما بغيتهم. انا تبغي حاجه يا ما تجيكش خلاص، يا طول باش تجيك، والله تجيك بصح تجيك بطريقه مختلفه، وهي من حكمه الله سبحانه وتعالى. تريد وعبدي واريد، وما يكون الا ما اريد، فان سلمت لي فيما اريد اعطيتك ما تريد. هو اختبار وامتكان، حوايج بزاف نبغوهم وما يجوناش لحكمه يبغيها ربي سبحانه. كاين اللي يتمنى يتزوج وما يتزوجش لحكمه، لو كان تزوج بالك ترى له مشكل، بالك يبغي يشري طوموبيل وما يشريش، لو كان شرى طوموبيل في الوقت اللي حب هو كان ربي سبحانه يدير اكسيدون ويموت. المهم لو كان ربي يكشف علينا الغيب. علاش نقول لكم الهضره هذه؟ لانه كي جيت انا جديد حك مني ستريس على الغربه. الغربه خاوتي فيها ستريس بزاف، فيها بزاف ستريس، خاصه هنا في ايرلندا بلاد صغيره، الجو تاعها مختلف بزاف، ما فيهاش بزاف الجاليه، تما تحس روحك صح في غربه. المهم العوام الاولين عقبتهم ستريس وقلقه، وعلاش انا ما تصحليش، وعلاش انا ما نديرش هكذا، وعلاش انا ما صدقتليش. والستريس هذاك راح يشكل لك امراض نفسيه، الامراض النفسيه تشكل لك امراض جسديه. المهم ساعات تلقى روحك خدام، عندك المصروف، ماكل، شارب، راقد، يعني امورك متيسره الحمد لله، وتلقى روحك قانط، خايقان، مقلق. هو هذا كل من ضعف الايمان. لانه علاش نقول في الهضره هذه؟ كاين انا حوايج بزاف تغيروا بنظرات بزاف توعي. كي هبطت للجزائر بعد 7 سنوات، باكي اللي راه عنده 10 سنين، كي اللي عنده 20 سنه، عرفت باللي رانا في نعمه كبيره. ماشي باش نسبوا بلادنا ولا نهضروا الشر على بلادنا، كنا نحكيوا الواقع. بعد سنوات روحت لقيت تشوكيت، لقيت يعني ما كانش حاجه بزاف تبدلت من ناحيه، واش زاد من ناحيه العمران، كثروا الباطيمات بزاف. الحفر اللي خليتهم انايا في البرج مازالوا في البرج، خلينا نقولوا خليت حفره قدامها دودان، زادوا قدامها حفره وقدامه دودان، بس بدل والو. البنيه التحتيه هي ولات المعيشه غاليه بزاف، المليون ولا 100 الف، 100 الف ولا 10 الاف، ولو البؤساء تشوفهم في الطريق. وخاصة خاوتي في ايرلندا، خاصة في البلاد هذه، ما عارفش علاش فيها ستريس زايد، خاصة هناك كنت كاين تستنى في الكواغط مثلا، داير لوجو راك تستنى عام يدز عام، ما على بالكش كيفاش راه لافير تاعك، ما على بالكش واش راه صاري، تبقى توسوس. كون يعطوني ديبورتيشن، كون ديك. هو انا نصيحة تاعي للجميع اللي راه يستنى هكا راه في البروسيس تاع اللاجئين، لازم تشغل نفسك. الغربة تحب الصبر، انا الدرس الاول اللي تعلمت منه هي الصبر، يا تصبر يا تهبل يا تروح. نصرت لي قصة خاوتي ما نكذبش عليكم، بعد 3 سنين وقيلة، والله 3 سنين 3 سنين ونص،
من ستريس، ضعف الايمان بزاف، ومرضت. مرضت من ستريس. ستريس هذاك الامراض النفسيه دير لك امراض جسديه. علاش امراض كل يجي من القلق؟ مرضت اخاوتي. هناك تاع شي داير لجوء في ايرلندا كما على بالكم، عندهم واحد البروسيس، اجراءات كي تحب تروح فولونتير للدار ارادي، تعيط لواحد المصلحه وتقول لهم اني باغي نروح فولونتير، عيطوا لك يهضروا معاك تفهمهم، عطيهم الاسباب، ويكون تكون اجراءات من بين اسبوعين الى شهرين، ما بين يعرفوا الجنسيه تاعك ويخدموك وقت ويقلبوك البلاد، يديوك تروح، يخلصوك البيه تاع الطياره، والله اعلم يعطوك 600 ولا 700 اورو في انفلوب، ولكن ما يديروك لا اليمين ولا والو، تهبط بقدرك. سي قال درت مشكل. انا دخلت في واحد البابل، واحد الحاله نفسيه، وين ديسيديت نروح. خلاص عيط لهم في التليفون، هزوا عليا، قلت لها كيفاه كيفاه كيفاش، قالت لي نعطيك رونديفو نعطيك موعد على سمانه. اصبر على سمانه، عيطوا لي بعث يعيط لي طبيب نفسي، حنا بسيكولوج، يقول لي بلي سقسي فيا علاش راك حاب تروح، واش راه صاري لك. بديت نحكي له، انا قلت له فوالا نتقلق ستريس مرضت وعندي فاتوره تاع السبيطار غاليه كبيره بزاف ومشاكل، هو بدا يفهم فيا ولازم بالعقل لازم تصبر كيفاش نديرو معاك نقدروا نعاونوك. المهم هدرنا، المهم في الملخص قال لي وات دو يو ثينك، قلت له اي ستيل وان جو هوم، حوس نروح. فوالا قال لي هاو الويب سايت هذا، ادخل ليه عمر الدوسي تاعك، عمرنا لي فورم، دير الابليكيشن بعث هنا بالبريد. كيما كان الحال خاوتي، دخلت هزيت الكواغط، عمرت، خرجت كلش، درتو في انفلوب، كتبت لادريس، حطيتو فوق الطابله تاع الكوزينه في الدار، وخلاص بديت نصلي استخاره. يا ربي ان رايت في بقائي في هذا البلد خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبه امري فسهل لي، وان رايت فيه شرا لي في ديني ودنياي وعاقبه امري فردني الى اهلي سالما غانما، وعوضني وارزقني الرضاء بقضائك وقدري. وخليته واحد سمانه، المهم سمانه تبدلت النفسيه تاعي، نحلي القلقه، هزت هذاك الدوسي قطعته وخلاص نسيته. في العوام اللي قبل القصه هذه خاوتي، ما نكذبش عليكم، كان الانسان بعيد على ربي، ما صلات في وقتها، صلي غير بالجمعه، ما كناش صراحة، كان الايمان ضعيف لدرجه ما تصورهاش، ما كانش كاين الصبر. حنايا خلق الانسان من حاله، اللي نحبوها لازم تتحقق في نفس اللحظه، والله نبداو نتسخطوا على ربي سبحانه، وانا ربي ما دارليش من ربي معنا. من بعد ريحت ارتحت، باش ارتحت كي ارتحت وانا في السبيطار خاوتي، كي حسيت بلي بنادم ضعيف، ما كان والو، حنايا ما كان والو، ضعيف ما كانش، حسيت بلي شغل درت وعد ما وعدتش ربي سبحانه، ماشي مليح الانسان يقول يا ربي اوعدك، ولكن درت وعد مع نفسي، قلت انا ربي سبحانه ينجيني من هذه، نسقم ولا نصلي وقاتي، نسقم كيما كان الحال، نحاول نجاهد نفسي ولا الهدف تاعي ماشي الكواغط، ولا الهدف تاعي نسقم. بديت نصلي، ارتحت، مشيت ندير سبور، بديت نخرج ندير هاد الحوايج، نتمشى، نهضر مع الكاميرا، بدات الحياة تاعي تسقم بشوية، بديت ليش؟ بديت نولي إيجابي بوزيتيف، بديت السلبية تروح من حياتي، ولا تمام من مورا نفس المشاكل، هما المشاكل اللي كانوا عندي مبقاو هما ما تبدلوش، النظرة تاعي للمشاكل تبدلت، وليت المشاكل نشوفهم طريقة إيجابية، نصبر، ولا عندي الإيمان شوية طالع، ما جاتش نقول لعله فيه خير، فيها خير، خسرت 1000 أورو، لا فيها خير، ربحت 1000 أورو الحمد لله، ويا راي حبدت الحياة تسقم خاوتي، أقسم بالله عن تجربة مانيش نتمسخر، هذه شغل ذكر بها نفسي ونذكر بها خاوتي. بدات البيبان تتحل، باب بعد باب بعد بعد باب، وبكل كواغط مازالوا في بالي، مين بقيت نخمم عليهم كيما وقت فات، خلاص وليت نصبر، لا جات ما جاتش. المهم خمس سنين عامين في فرنسا وخمس سنين في ايرلندا. هذا الفيديو ان شاء الله يشوفوه ناس بزاف، كاين قصة صارت لنا في فرنسا بدون ذكر الأسماء،
ولكن حبيت نهضرها. كان انا بنادم في فرنسا، قصة طويلة، قال لي بالكلمة هكذا، قال لي انا نفسد لك حياتك ما تديك واغد في اوروبا، ما تولي ما تعاود ترجع للبلاد، نفسد لك حياتك في اوروبا وفي الجزائر. علاش؟ لانه يوم كورونا ويوم كورونا الله، والله خير الماكرين. انا في هذاك الوقت بكيت وزعفت وتقلقت وعقبت واحد السنين بسبت هذا المشاكل، بعد ما خرجتنيش الحاجه الوحيده اللي خرجتني اني سامحت، نحيت من قلبي روح اني مسامحك اخويا، مسامحك دنيا. وعلاش؟ ماشي الروح لي هو، لي انا، باش نقدر نتقدم في حياتي، باش ما نبقاش قلبي كحل ومبقاش هذيك الغده. وهي كيفاش انتقمت؟ قال لك احسن طريقه للانتقام هي النجاح. شوف لي قالك ما توصلش وما تديرش وانت ماك والو وانت ماك تعول وانت ما تعرفش تهدر وانت فيك معليش هاي تقيس بصح، يا راك باغي تنتقم منه انتقام شديد انجح الحاجه اللي قالوا لك انت ما ديرهاش، ماكش تاعها انت والو، انت هذيك نجح فيها، خدم لها الليل والنهار. انا هذه هي اللي قعدت لي في راسي، هذه زوج كلمات اللي قالهم للانسان هذا قعدوا لي في راسي. ودار وحفر وجرى وطلع قوش ودروات وهو وعائلته وولاده وداروا وما داروا غير اللي كتبوا ربي سبحانه. انا ما داروا لي حوايج انا ما عبرش، خلاص في ظهري يلحقوني غيره. انا خدام، خالتي خدام في وزين تاع بيجو، يبعثوا برايات انونيم، يو هذا الانسان راه مش خدام، راه مش تاع كواغط، راه ما عندوش كواغط، راه كذا. وانا يجيني المانجر هذاك يقول لي، امي قال لي هذه اونانيم انونيم ما يستعرفوش بها، ولكن قال لي ما تخاف ما والو، قال لي ولكن باش يكون على بالك راهي الناس تحفر لك في ظهر. حسبي الله ونعم الوكيل، ما خلانيش ربي نهار، ما مديت يدي لحتى واحد. علاش الصبر؟ تعلمت حوايج، تعلمت نصبر بزاف. هذا نقول خاوتي اصبر، راك في ايرلندا، راك في الغربه، بالي الغربه كارثه، الغربه وسمها غربه، بصح يا اللي مازال ما هبطش الجزائر عيسنا فيك وقت، راك في نعمه. شفت كيما يقول احنا الميزيريه اللي راك تمرد فيها هنا شويه، والله غرانا في نعمه. خاوتنا في الجزائر والله راهي المعاناه خاوتي، ونات الناس تطلب فطري. انا شفت مراه في الجزائر، مراه كبيره مسكينه واقفه في الشمس، نقول لك درجه الحراره 42، تبيع في البابي مشوار ب 1500 فرنك غير مسكينه تعففا باش ما تغلبش. ما نحكي لكمش على تاع مالي، هذوك اللي كل تاع فروج تحبس يصدموا عليك من كل تاع النواحي. تما راه البؤس صح، هاي الناس انضرت بزاف، راه ما بقاتش كيما بكري. لهذا يا اللي راك هنا يا اصبر، اخدم الغربه تحب الخدام، اخدم ما تعافش، اغسل الماعن معليش، اغسل الماعن وكل غسلنا الماعن، انا غسلت الماعن، سياق تربط الفروطوار ما فيها والو، الصبر. المهم القصه هذه غير حكيتها لكم باش تتعلم من التجربه تاعي. كاين الناس دير لك العراقي، كاين الناس راح، الناس بزاف راح توقف في طريقك، كاين الناس بزاف راح تتمنى لك الشر، ولكن ما تخافش انت، لا يصيبك الا ما كتب الله لك، كان يتلايم الناس هذو الدنيا كلها يضرك الا بشيء قد كتبه الله لك. تما كي تفهم صوالح هذو ديرهم في راسك وتمن بهم ايمان قوي، اصدم ما تخافش. هكذا انا يا وليت نخمم، وليت نصدم نخاف، ولات السعاده تاعي ماهيش مرتبطه بارضاء اي بشر. السعاده تاعي مش مرتبطه بالبشر دوك، كي يكونوا معايا البشر، كي نكون راوند بيبل راني سعيد، راني بوزيتيف. كي يكونوا ماهمش معايا ثاني راني سعيد مع نفسي، معني راني في بيس مع نفسي، منش بالحمد لله بفضل ربي سبحانه ودعاوي الوالدين. دوك نحكي لكم كيفاش عطاو لي كواغط. كاين بزاف ناس اللي كانوا باك دايرين عندي كواغط، واحد دايرني عندي جنسيه، واحد بالك تقولك تزوج كواغط. انا 5 سنين صبرت خاوتي، 5 سنين ما خرجتش من ايرلندا لحتى 2021، لافات 2021 دارت الوزيره، جات القانون هذاك تاع راح تسوي الوضعيه للناس، و 2022 طبقوه. بدا كيما حنا بدا حل في فيفري، حل في فيفري، درت انا الابليكيشن في فيفري كلش بار ايميل. هو واش بغات الوزيره؟ بغات تثبت لها باللي العامين الاخرين راك عايش هنا، يكون عندك بروف اوف ادريس بلي راك في ايرلندا، بلي راك خدام، عندك سيره ذاتيه حسنه. وهذا ما كان، انا قاتني واجد 5 سنين، انا خبطتهم ب5 سنين تاع طاك سيرتيفيكات بلي 5 سنين وانا خدام، 3 سنين وانا ساكن في دار كاري وحدي،
كلش عطيت لها بلي راني ندير في البيرمي، عطيت لها لي ريفيرنس مليح في هولندا. علاش نقول لك اخدم وخلط الناس، ما تبقاش غير مع الجزائريين، ماشي مع انت الجزائريين ماشي مليح، ولكن تخلط خلط الناس، عرف القوال، دير صداقات، تكون معاهم راجل، خذ واد حقهم في لي ريفيرنس. هنا لي ريفيرنس تو تروح صاحبك قاوري انت معاه انتيك، تروح تقول له اكتب لي ريفيرنس، هي ورقه وستيلو يكتب لك بلي انا نعرف انسان، هذا انسان طيب وناس ملاح وصاحبي، ويكتب النيميرو تاعو اسمه. لي ريفيرنس يعاونوك بزاف غدوه في كواغات، في جنسيه، في حوايج بزاف. قلت لكم درت دير الابليكيشن تاعي في فيفري، وكانت الابليكيشن في الاول كي حلت كان فيها بزاف الغامضه ومشاكل وايميلات وبعث وزيدنا الورقه هذه. بعدها خلاص كملتها درتها نسيتها. فيفري مارس افريل ماي انا في الدار، اخاوتي هذيك اللحظه ما ننساهاش، انا في الدار لقيت برايا قالوا لي روح للبوسطه، كي تجيك برايا ريجستري باينه بلي حاجه يعني امبورطانت. روحت صباح 8 نوط هذاك النهار مورالي طالع، قعدت نقول يا ربي هذه البرايا اللي راني نستنى فيها والله ما هيش، ولا بعثوا لي ندير غاردا ايفيتين هذيك ولا. المهم رحت للبوسطه 8 تاع الصباح، حلت صدمت عليها انا الاول، عطيت لها الورقه، عطاتني البرايا حليتها لقيتهم، لقيت الورقه تاع الوزيره بلي مبروك عليك انا عطيناك 3 سنين اقامه، هكذا ديت الاوراقي بالصبر. صبرت وكل قلت لكم كل واحد وكيفاش كان مكتوب. وخاوتي كاين اللي قفز بزاف، كاين اللي كانت عنده فكره، كاين اللي حل بزنس عطاو له كواغات، كل واحد وكيفاش مكتوبو. انا عيط لي واحد في هذاك الوقت اللي حلت الوزيره كي حلت الابليكيشن، يعيط لي يقول لي يا عماد انا راني دخلت راه عندي ميم با ماشي عامين، هذه كي بدا القانون، قال لي راه عندي عام و 9 شهور والله. قال لي ماش كيتش ندير، واتس ذا بوينت كون ندير ما يعطوني ما والو. قلت له انت اسمع، انت واش راك خاسر، انت واش راك خاسر، ماك خاسر والو، ما راك خاسر والو. انا ذاك الوقت ديجا دافع الابليكيشن تاعي، ماك خاسر والو، ماك راح تسلك دراهم خي كواغ، راح تبعثهم بار ايميل، ماك خاسر عليهم والو. قلت له دير وتكل على ربي. دار اخاوتي حق الله الذي لا اله الا هو، غير شهر عطاو لك واخت قبلي، عطاو لك واخت قبلي. ايش قلت لكم كل واحد ومكتوب، دير الخير ديرها خضراء وخليها، دير الخير صفي قلبك يعطيك ربي قد ما هو عطاوها في عامين لحكمه من عند ربي، وانا عطاوني استنيت 5 سنين. كل واحد وكيفاش مكتوبه، شو صبرت معاهم، خدمت تمرمت صبرت مرضت، اطلع اهبط نوض. في الاول مشكل تاع السكنه، تكون مع الناس ساعات ما كانش سكنه، ومن بعد تكون وحدك. مهم رسالتي الى المغتربين واللي انا مازلت منهم، ان شاء الله هذيك اللحظه تاع كي تهبط البلاد تدخل على امك وباباك لحظه جميله جدا، تفرحهم يفرحوا بك، يشوفوك ناجح، يشوفوك راك داير لاباس. هذيك اللحظه نتمنىها للناس الكل، خاوتي اللي راهم مازالوا يستناو، هذو اللي راهم جاوا جدد، على بالي راهي الحالات بزاف تبدلت في هولندا. خاوتي هذي في واحد المكان جميل جدا، تعال لك منا. المهم خاوتي فيما يخص اللجوء، اليوم صباح درت مع الانسان مع صاحبي شويه، راه مازال برونشي شويه مع تاع اللجوء. دوكا اللجوء تروح للمكتب اللاجئين انترناشونال بروتكشن اوفيس، يا تلقاه مسكر باسكو راه عندهم الغاشي معمرين، يا يقهم هما يحكموا يقبلوك يديروك لاكارت بلو هذيك تاع اللاجئين، ولكن السكنه يقولوك ما عندناش وين نديروك، تروح دبر راسك وين تسكن، الا تعرف كاش واحد روح سكن معاه، ولا ما تعرفش كاش واحد دبر راسك. على هذيك راهم بزاف يسقسيوني انا بالعوائل تاعهم، راني جاني كيفاش ندير، والله سمحوا لي خاوتي وليت ما نجاوبش لانه ما عرفتش واش نقول لك. نقول لك ما تجيش راهي مخلطات، وتقول هذا هو حسدني ما بغانيش نجي، نقول لك ارواح، ومن بعد تجي تتمرمد تجيب عائله ولا تمرمدهم، تولي تقول هذا طرطقها لي مرمدني. المهم ها كيفاش راهي الحاله، تحب تجي تحب ما تجيش، يتساب تو يو، راهي هكذا راهي دايره، ما كانش وين يديروهم، تلحق ما عندهمش وين يسكنوك. الناس راهم فرشين في الارض، راهم في القواطن. هذه يا اخواتي ان شاء الله اللي في قلبه امنيه حقها لربي، ودعونا معاكم ان شاء الله يفتح عليكم ربي كامل، ان شاء الله يا رب راك واغط يديك واغط، يروحوا يفرحوا فرحوا الوالدين لانه البنه تاعها بزاف عزيزه، ان شاء الله ربي يفتح علينا. والخير والخير اللي راه جاي ان شاء الله راه جاي باذن الله. سامر ان ايرلند، I'm going to go to the hospital.
I know you feel like you could save me today. My thoughts are clouded, seem too hazy today. I say I'll be right back, but lately I pray. I don't overthink, I don't overthink. I know you feel like you could take it away. There's nothing wrong in being the savior, you say. Maybe easier to sum. I know you thought the shadows didn't look alike. The colors and the flowers and the urge, the book of life, the book of sight. One feeling nice, gon' be a wife, fuck being wise. Shit, all I ever wanted is reuniting. I got distant, I got carried away. It's hard to fix your problem, it's probably the way you are made. But hey, I made my peace with it, it's hard to complain. But wait, all I ever fear is being simple and plain. Don't overthink shit, dog, it's the way that it is. You got your heart broken, shit, it is what it is. Okay. You find your homeboy talking shit, making mess. Okay. You got your mind up, boy, you're taking a piss. This ain't a quiz, stop questioning the way that you feel. The courage and will, the doom, then the bliss. Can I feel the room, the gap, the space? Can I seem to appear, but shit, who am I to tell? I think this bitch is a quiz. I know you feel like you could save me.